معنا مشاهدينا عبر سكايب من لندن متخصص بالشأن الإيراني والأحوازية سيد حسن راضي. مرحبا بك سيد حسن. إذا اليوم الخامس تستمر هذه التظاهرات في الأحواز، ما دوافع هذه التظاهرات وأسباب تصاعدها؟ نعم طبعا، أسباب يعني وسعتها وتصاعدها هو إصرار الأحوازيين على الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم، ووضع حد لكل التجاوزات والسياسات الإيرانية التي تتمثل بالحرمان، تتمثل بالتهجير العرب من أراضيهم وبناء مستوطنات على أراضيهم والمجيء بالشعوب من مناطق أخرى، يعني من سياسة تفريس وطمس الهوية وإلى الحرمان الواسع، يعني وأيضا السياسات القمعية الأخرى التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق الأحوازين. يعني هذا هو الأسباب الحقيقية والدوافع وراء استمرار الاحتجاجات، لأن حسب ما وصلنا اليوم أنه توسعت رقعة الاحتجاجات وشملت مدن وأحياء ومناطق جديدة، وفي الجانب الآخر أنه أيضا النظام الإيراني يعني أيضا زاد من قمعه، والحد ما الحد اليوم وصل عدد المعتقلين الى اكثر من 150 معتقل والعشرات من الجرحى، وايضا يعني استخدم النظام الايراني قنابل مسيله للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرات والاحتجاجات التي تتوسع كل يوم، وهذا دليل على انه النظام الايراني لا يريد ان يتراجع عن سياساته من جهه، ولا يريد يعالج الامور ويصلح كل السياسات التي اتخذها منذ عقود بحق الشعب العربي الاحوازي من جهه والشعوب الاخرى في ايران من جهه اخرى. لذلك انه دوافع قوية، وأنا يعني أتوقع أنه الأحوازيين سوف يستمرون في هذه الاحتجاجات، وأن خمدها النظام ربما في الأيام المقبلة، لكن ستبغى كنار تحت الرماد ستنفجر في أي لحظة. لذلك لجأت السلطات الإيرانية لحجب تطبيق تليجرام عبر الإنترنت في البلاد مع تواصل هذه الاحتجاجات. كيف تقرأ خطوة النظام في إيران مع تزايد الاحتجاجات؟ هل ستؤثر؟ طبعا لا تؤثر طبعا، لان ليس فقط حجب التليجرام في ايران، انه حسب الاخبار التي تصلنا انه النظام الايراني قطع الانترنت في كثير من المناطق في احواز هذه الايام، خوفا من توسع رقعه المظاهرات والتنسيق بين اللجان المنسقه للمظاهرات في الداخل والتواصل بين الداخل والخارج بين الاحوازيين. قطع الانترنت يعني بشكل متقطع وبشكل مستمر بين الحين والآخر، وخاصة في الأوقات التي تخرج بها احتجاجات، وفي الأيام الأخيرة يعني خلال اليومين الأخيرين بدأ الأحوازيين أن يخرجوا بمظاهرات ليلية كتكتيك يعني للتقليل من خسائر الاعتقالات والتعرف على المحتجين والمتظاهرين. لكن يعني هناك أساليب جديدة للمتظاهرين إزاء هذا القمع. صحيح صحيح نعم، طبعا الاحتجاجات بسبب قمع النظام الإيراني المفرط بحق الأحوازيين، أيضا الأحوازيين اشتبكوا واستخدموا أيضا يعني الدفاع عن أنفسهم، حصلت اشتباكات مسلحة بين الأحوازيين وبين النظام الإيراني، أجبرهم النظام الإيراني أن يرفعوا سلاح في بعض الأحيان ويعني اشتبكوا مع قوات الاحتلال. لكن فيما يخص يعني قطع الإنترنت والتليجرام وغير ذلك، هذا من أساليب النظام الإيراني، لكن أنا أعتقد سوف لا تحد من وسعة المظاهرات. وهناك أيضا خطوات متخذة من قبل المتظاهرين ومن جهات أخرى للتقليل من يعني لتفادي هذه الخسارة التي النظام الإيراني يحاول تحميلها على الشعوب وعلى الأحوازي الشعب الأحوازي بشكل خاص. الرئيس الإيراني السابق أحمدينيجاد الذي يحاول ركوب الموجة صرح أن مصير إيران سيكون الخراب من جراء الوضع الراهن، ما الذي قرأه نجاد ليصرح هذا التصريح برأيك؟ طبعا أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق أنه قبل هذا التصريح وخلال هذا التصريح سرد العديد من الحقائق والوقائع، سرد العديد من الفساد والتعدي المسؤولين النظام على المواطنين في إيران، سرد الفساد المالي والأخلاقي في إيران، وطالب المرشد علي خامنئي بوضع حد لكل هذا الفساد، وإلا سوف
يكون مصير النظام الإيراني كالنظام السابق، وليس فقط أحمدينيجاد، حفيد الخميني أيضا طالب بنفس الأسلوب، وأيضا حسن روحاني الرئيس الإيراني طالب، لأنهم يعرفون جيدا أنه البلاد على حافة الهاوية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، الوضع الاجتماعي، الوضع الأمني والسياسي، هناك صراع داخل أجنحة النظام الإيراني، وهناك قمع شديد. يعني أحمد نجاد اعترف أنه هناك قمع، هناك لا توجد حريات، وقال أن الشعوب قامت بثورة من أجل الوصول إلى الاستقلال، إلى الحرية، إلى الكرامة، وقال أنه كل هذه الأمور اليوم مفقودة في إيران. لذلك يعني أراد أن يقول عبثية الثورة بسبب ما يمارسه النظام الإيراني بحق المواطنين. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من لندن، متخصص بالشأن الإيراني والحوازية سيد حسن راضي.